بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الموسم الثالث من كلمتين ونص. والموسم ده خصصناه لمجموعة من الزعماء والمفكرين والقادة وقادة التغيير والمجاهدين وعلماء الحديث والصحابة والفاتحين، شخصيات اتأثرت بيها شخصيا وأكيد حضراتكم اتأثرتم بيها أو هتتأثروا بيها. والكلام اللي احنا بنقوله في البرنامج أبو 10 دقايق ده لا يوفي هذه الشخصيات حقها، لكن أنا بحاول أجمع لك أميز ما في هذه الشخصيات عشان تعرفها وتعرف الظروف اللي هي اتولدت فيها. النهارده هنتكلم عن جمال الدين الأفغاني، وزي ما هو واضح من اسمه أن هو من أفغانستان. اتولد جمال الدين الأفغاني المفكر الكبير آثار الشرق وموقظ الشرق كما سماه المفكر العظيم الدكتور محمد عمار عليه رحمة الله، موقظ الذي قال عنه أنه موقظ الشرق، وزي ما سماه الإمام الغزالي محمد الغزالي عليه رحمة الله المجاهد الإسلامي الضخم. أبوه كان من السادة الحسينية وبيمتد نسبه لسيدنا علي زين العابدين. أستاذ جمال الدين الأفغاني المفكر الكبير كان بيعرف عربي وبيعرف أفغاني وبيعرف إنجليزي، وراح حج وقعد سنة بعد ما أدى الفريضة في بلاد الحرمين. كان دايما يحب السفر والترحال. تلقى علوم الشريعة الإسلامية والتاريخ والفلسفة، وسافر الهند يتعلم فيها الإنجليزية زي ما قلت لحضرتك. انضم جمال الدين الأفغاني للحكومة اللي كان بيرأسها واحد اسمه دوست محمد خان، وشارك معه في فتح مدينة هيرات اللي حصرها لفترة وبعدين فتحها سنة 1864. كان جمال الدين الأفغاني معادي للسياسة البريطانية في بلاده. تبين لجمال الدين الأفغاني أن السياسة البريطانية في بلاده هي سياسة تسعى إلى هدم الإسلام، فوقف موقف عدائي من الوجود البريطاني. البريطانيين قلبوا عليه الحكومة اللي يعني شايفة أنه كان جمال الدين الأفغاني لازم يمشي. مشي جمال الدين الأفغاني، ساب بلده وعمره 30 سنة، توجه ناحية الهند. كانت سمعة جمال الدين الأفغاني سابقاه، الناس استقبلوه، برضو ما سابهوش الإنجليز في الهند وقلبوا عليه الهنود. رحل جمال الدين الأفغاني إلى مصر عن طريق البحر، وصل لمدينة السويس. كان سنه وقتها 31 سنة، سافر لمصر قعد هناك، وبعدين منها راح الأستانة، وبعدين اتغضب عليه من شيخ الإسلام حسين فهمي أفندي، اللي يعني اعتبروا انه يعني عاوز يعمل تطوير في الفن وفي الصناعة، وده كلام ما كانش يعجب الشيوخ التقليديين. ولذلك طلبت منه حكومة الأستانة اللي كان هو مقرب إليها أيضا، لأن جمال الدين الأفغاني كانت سمعته كويسة أينما ذهب. لكن قالوا له النبي عم جمال مش عاوزين مشاكل، توكل على الله. فاختار أن يرجع تاني إلى مصر. عاد الأفغاني إلى مصر، وساعتها أكرمه الخديوي إسماعيل واداله راتب وقال له لو سمحت أقعد عندنا. طبيعي جدا أن جمال الدين الأفغاني لما يجي يقعد في مكان فيه انجليز او فيه احتلال تحصل مشاكل. المجتمع المصري ساعد جمال الدين الافغاني على انه ينشر افكاره، وبدات اراؤه تبقى مقبوله ومحبوبه. وكان بيتكلم في 3-4 نواحي مهمه جدا: النهضه الادبيه، الإصلاح الديني، الصحوة الإسلامية، الإصلاح السياسي، وتنمية المجتمع من ناحية الوعي. يعني جمال الدين الأفغاني كانت قصته كلها في أن تنهض الأمة، عشان كده كانوا مسمينه موقظ الشرق أو إعصار الشرق. كلم في الأدب، وكلم في الدين، وكلم في الصحوة الإسلامية، في الوعي، في الإصلاح السياسي. وعمره 37 سنة، يعني سنة 1876، لما بدأت حكومة الخديوي يبان عليها المشاكل بتاعة الإسراف في الديون، وبدأت إنجلترا تتدخل في شؤون مصر. بدأت إنجلترا كمان تسعى لشراء الأسهم بتاعة القناة. ساعتها حدثت انتفاضة قوية، كان من مظاهرها نشاط الصحف،
وإقبال النشاط على ما فيها من مقالات في الشأن العام، يعني بدأ تأثير جمال الدين الأفغاني يظهر لما بدأت الحكومة تبيع أسهم قناة السويس. الخديوي توفيق اللي خلف الخديوي إسماعيل غدر بجمال الدين الأفغاني وكان عمره 40 سنة، وحبسوا نقله للسويس وبعتوا للهند تاني. يا إلهي، من الهند وإلى الهند نعود. وقال لهم يا جماعة الرجل ده احنا أبعدناه لأنه كان بيفسد الدين. أيوة، جمال الدين الأفغاني بيفسد عليكم الدين والدنيا. بعد كده طبعا وتأثيره تأثير جمال الدين الأفغاني ظهر فيما عرف بعد ذلك بالثورة العربية. بعدها راح للندن وباريس، وكان الإمام محمد عبده موجود في بيروت قال له تعالى، وراحوا هناك وعملوا وعمل أصدر ساعتها مجلة العروة الوثقى. الإمام جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق برضو راح على بلاد فارس وقربوا الشاه منه، وبعدين برضو زي العادة تختلف الآراء والأفكار فيضطرين فيه، فنفاه إلى المملكة العثمانية، وبعدين عاش شوية في البصرة أثناء حكم الحكم العثماني. في سنة 1892 دعاه السلطان عبد الحميد إلى الأستانة، وكان ما زال يكتب عن الشاه الإيراني، يعني كتب عن الشاه الإيراني وكتب عن الهند وكتب عن السند وكتب عن أفغانستان والإنجليز ومصر، وكل ما يكتب الأستاذ جمال الدين الأفغاني كل ما تحصل له مشكلة. حتى في الدولة العثمانية حصلت له مشكلة وبان تأثير كلامه، وغضبت عليه الحكومة أو الحكم العثماني، لكنهم ظلوا حريصين على أنه يبقى جمال الدين الأفغاني بينهم. مات جمال الدين الأفغاني اللي قال عنه المفكر العظيم اللي مات أيضا الدكتور محمد عمارة، أنه إعصار الشرق في مواجهة عاصفة الاستعمار، واللي وصفه الشيخ غزالي بأنه مجاهد إسلامي ضخم، وأنه جريمته الأولى والأخيرة يعني جريمة جمال الدين الأفغاني أنه اكتشف الروح الصليبية في الاستعمار الغربي وحذر منها، ونبه إلى أن قلب بطرس الناسك لا يزال يخفق في صدور الساسة الأوروبيين. العالم المعروف علي القرضاوي قال أحسب أن أحد مجدد القرن الرابع عشر هو الشيخ جمال الدين الأفغاني، بل هو على رأس هؤلاء المجددين. آخر حاجة أقولها لك من روائع كلام جمال الدين الأفغاني، أنه قال لا أمة بدون أخلاق، ولا أخلاق بدون عقيدة، ولا عقيدة بدون فهم، والعبيد هم الذين يهربون من الحرية، فإذا طردهم سيدهم بحثوا عن آخر. دي حكاية جمال الدين الأفغاني المفكر إعصار الشرق، كل حتى يروحها يتحارب فيها يهاجر منها، لكن بقيت كلماته وبقيت أفكاره وبقي تأثيره إلى زمننا هذا. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة غدا من برنامج كلمتين ونص.